أخبار اليوم. كويس قوي إن أصبح دلوقتي في الاجتماع بتاعنا متخصصين سواء في الغنى والمزيكا أو في النشر أو في المسرح أو في السينما أو في المسرح أو في الإذاعة أيضا في مشاكل كتير، لكن أنا بصفتي موجود هنا هتكلم عن مشاكل الفنان. والحكاية مش زي ما حكيم قال إنها هتبقى فئوية، لا هو المفروض إنك أنت كفنان تقول لي مشاكلك إيه، لأنها من ضمن المنظومة الفنية لأنك عنصر. فهي المشكلة الفنان كبند من أو كعنصر من عناصر المنظومة الفنية اللي موجودة في مصر أو منظومة الإبداع. أنت لازم دلوقتي تشوف مشاكل الفنان عاملة إزاي. مشاكل الفنان بتتلخص في نقط بسيطة جدا هقولها في دقيقتين مش أكتر من كده. أولا المشكلة بالنسبة للإبداع هو وجود سيناريو جيد كان بيحصل زمان لحد سنتين. كان الحقيقة المهندس نجيب ساويرس عامل لغاية سنتين، السنة اللي فاتت عملتش. طيب أيا كان بعد ما عطى جايزة السيناريو راح فين؟ ما هي المسألة، ما أنا بتكلم أيا كان. لو عملنا 60 مهرجان النهاردة ومسابقات وحاجات زي كده لاختيار أجود السيناريوهات، بعد ما بختارها إيه اللي بيحصل؟ الذوق العام النهاردة بيشكل مشكلة بالنسبة للفنان. أنا النهاردة مش عارف أواجه الذوق العام. السلعة اللي راجية اللي ماشية اللي بتكسب المنتج اللي هو في النهاية مش ممكن هيدخل بالظبط، لأنها مغامرة خطيرة جدا. فالنهاردة أنت مش قادر تسيطر على النقطة دي. هتسيطر عليها ازاي؟ دي نقطة من المشاكل اللي بتواجه الفنان. الفنان أيضا بيواجه مشكلة خطيرة جدا وهي التأمين الصحي على حياته. المسألة فوق ما تتخيله. النهاردة الفنان بيقوم بمشاهد فيها خطورة. طبيعة عمله، طبيعة بتعتمد على أعصابه، على ذهنه، وعلى صراع داخله. ده غير اللي بيحصل بالنسبة لأنه بيواجه مشاكل في التصوير الحربي. ممكن يجرح بعض الفنانين سواء كبر في السن أو مرض دهنه يعني مفاجئ، والمرض ملوش حل. ما فيش حد بيقف ورا الفنان الا في حاجات معينه. وانا اسف اني بقول، انا اسف النقابه ما عندهاش فلوس، انا اسف اني بقول ان يا جماعه هاني انا معاك، انا عندي النقابه في الابداع بصله ولا يقف مع الفنان في 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 في, في, في دوره وفي واجبه ناحيه الوطن ولا اي شيء خالص. النهارده الابداع لازم الفن يقول وجهة نظر في كل القضايا اللي موجودة المطروحة، وبحرية شديدة جدا، وبأدب، وبصدق، وبوجهة نظر لوجود حلول. ما يجيش الرقيب يقول لي معلش ممنوع تتكلم في السياسة، ممنوع تتكلم مش عارف ايه، واللي مصرح بيه التافه والسافل.